الخير على كل مشاهدينا مشاهدين برنامج نجوم المطاعم. النهارده بنقدم مع حضراتكم حلقه جديده ومعانا شيف علاء الخوري. اهلا بحضرتك يا شيف. اهلا وسهلا، صباح الفل عليك. صباح النور يا شيف. اهلا وسهلا. شيف علاء هيقدم لنا اكلات جديده وجميله، واتمنى حضراتكم تستمتعوا معانا بالاكلات دي. حضرتك هتقدم لنا ايه يا شيف دلوقتي؟ النهارده معايا رول كفته اسمها كفته رستم، بتبقى محشيه بيض، ومعايا كفته مشويه، ومعايا رز كاري، ومعايا سلطه الطحينه، ومعايا حلو، ومعايا ام علي. حلو قوي. ام علي دي على فكره انا عاملها عجينه على ايديا، هي المفروض عجينه شو، بس انا عاملها على ايديا، عجينه حلوه قوي هتعجبكم، وهقول لكم الطريقه بتاعتها النهارده ايه والمقادير بتاعتها ايه النهارده. حلو قوي يا شيف. طيب نبتدي بقى مع حضرتك وتقول لنا كده، المطبخ بالنسبه لك كان هوايه ولا انت بتعتبره مهنه اكتر؟ المطبخ بالنسبه لي انا كان هوايه الاول، لان انا اتولدت في اسره بتحب المطبخ. طب يلا نشتغل واحنا بنتكلم برضو. ونبدا نشتغل دلوقتي. دي طبعا كفته الرول اللي احنا قلنا عليها، بتبقى كفته مفرومه، بنحط عليها 100 جرام بصل مبشور، وبنحط عليها فلفل اسمر وملح، زي ما احنا قلنا ان احنا بنحب نحط على لحمتي الفلفل الاسمر والملح، هما اللي بعتني بهم. وبحط عليها بيضه، وبحط عليها بصمات عشان يشرب الميه بتاع اللحمه بتاعتي. وببدا ان انا احطها في رول وافرتها عليها كلها كده بالشكل ده كلها. حضرتك دخلت المطبخ من وانت عندك كام سنه تقريبا؟ دخلت المطبخ وانا عندي بالظبط 17 سنه. صغير قوي. لاني كنت بشتغل مع والدي زمان، لان والدي في المهنه ديت قبل ما انا اطور نفسي، فاشتغلت معاه وبدات ان انا اكبر نفسي في المجال ده. واستاد خبره كويسه يعني، الحمد لله رب العالمين يعني. الحمد لله. حضرتك شايف عيوب الشيف، ايه العيوب ان الواحد يبقى شيف، او ايه المميزات يعني انت شايفها ازاي؟ المميزات بالنسبه لي ان الشيف ده بيبقى عنده درجه عنايه. قبل ما اتكلم بس هنحط الاول البيض اللي احنا بنحطه هنا في النص، بيض مسلوق طبعا، بنحط على قد ما تاخد النص كيلو، هو ده عباره عن نص كيلو يعني. وببدا ان انا الف الرول كده اهوت، بلف الرول الاول كده كويس قوي، وابدا اجيبها كده يا شيف. ايوه فندم. الطبق بس انتخره شويه. اتفضل. ورول ده رول، ورول ده رول، ببدا الفه كويس جدا جدا، وابدا الف من ناحيتين من هنا عشان ما اخليش اي البيض يبان مني او في هواء يطلع من هنا خالص. وابدا اجيب ورقه سلفر وابدا الفه كويس جدا برضه عشان ما قلنا مفيش يبقى فيه تسريب خالص. معروف ان حضرتك من الشيفات الكبار واللي بيعملوا دايما اكلات لطيفه، بس انا كنت عايزه اعرف حاجه مميزه حضرتك بتعملها، او حاجه مميزه هي حضرتك مشهور بيها. هو انا كل ما بنزل اي منطقه بعمل فيها اكل، ففي ناس في محافظات بيحبوا انواع كتيره من الاكل، في ناس بيحبوا المحاشي، في ناس بيحبوا ان هو يكون في طيور زي البط والحمام والرومي، في ناس بيحبوا الضاني. كل مكان بنزل فيه وبتميز بها بيقولوا ان ايه دي اكله حلوه بالنسبه لي يعني. ببدا ان انا بحطها كده. بالنسبه لك انت ايه اكتر اكله بتحس ان هي ديت الاكله اللي انت محترف فيها؟ والله انا ببقى سعيد مع اولادي لما بعمل لهم اكل وبيتبسطوا بيه، دي في قمه السعاده، ودي احلى سعاده عندي بصراحه يعني. طيب ايه اللي بتبقى عيوب دايما بتقابل اي شيف في المطبخ؟ العيوب اللي هي بتقابل اي شيف في المطبخ ان هو بيستعجل يخش المجال بسرعه، وما بيكونش عنده خبره كافيه، فلازم يكون عندك خبره كافيه عشان تبدا تشتغل في المجال ده.
دي طبعا كفته مشويه، فاحنا هنقول للست البيت لو حبيت تعملي كفته مشويه في قلب البيت بتجيبي خله بتاع شوي، بدل ما تحطي وعود واحد بتحطي اربعه مع بعض كده او ثلاثه مع بعض، عشان تيجي تصبعي الكفته تصبعيها تطلع محترمه معاك كده، وتطلع صبع كفته كويس جدا اهوت وبسرعه ويبقى شكله حلو قوي. في رأي حضرتك نقول لستات البيوت ايه اكتر اكله سهله ممكن يقدروا يعملوها وبتكاليف قليله جدا؟ اكتر سهله ستات البيوت يعملوها بسرعه هو الخضار المشوي اللي بتشوفه في قلب الفرن وبيطلع بسرعه جدا وتكلفته بسيطه، بيبقى خمس حاجات اللي هو بدنجان مع كوسه مع بطاطس مع جزر مع طماطم، وبيتحط لهم ملح وفلفل زي ما احنا قلنا ومن غير زيت من غير اي حاجه، ولو في شويه لحم مفرومه بتحط عليهم وبيخش الفرن، ما بتقعد بالظبط ربع ساعه. دي طبعا اكله صحيه وكويسه جدا يعني. تمام. اتفضلي. في طريقه جديده للمحاشي شيف؟ طبعا في طريقه جديده للمحاشي، معظم الناس بتسوي المحاشي عندها في البيت بتحطها في حله وبتسويها على النار، انا ساعات انا باخد المحاشي بتاعتي بحطها في الفرن، فالفرن بيطلع معايا درجه كويسه جدا المحاشي وبيطلعها شكلها حلو وجميل جدا. طيب التدرج الوظيفي لاي شيف بيبقى عامل ازاي؟ التدرج الوظيفي ده بيبدا من اول ما تخش المطبخ وانت تغسلي اطباق لغايه ما توصلي شيف عمومي. فطبعا كل مرحله لازما تبص عليها، لازما تعرف الاواني بتاع الطهي اسمها ايه، لازم تعرف المعدات بتشتغل ازاي، الخطوه اللي انت بتمشي فيها في قلب المطبخ بتبقى محسوبه ولازم تعمل حسابها طبعا. طب في تتبيله معينه لحضرتك مميز بيها في الاكل؟ هو بالنسبه للتتبيلات وكل واحد يقول لك انا ليا تتبيله معينه، لا بيبقى فيه معاه حدود في قلب التتبيله بتاعته، بيبقى مسافه ليا يعني. انا بالنسبه لي بالنسبه للتتبيله بتاعتي ما بحبش اكتر توابل كتيره، باخد توابل على قد الشغل اللي هي، انا قلت لحضرتك ان انا بستعمل الملح والفلفل الاسمر دول اللي انا بستعملهم وبيبقوا كويسين جدا معايا وبيدوني تيست عالي. تمام. بحتاج للخضار، خضار البصل الطماطم الفلفل الثوم كده. بيبقى سر اي عزومه عند حضرتك ايه؟ يعني ايه اكتر حاجه بتعتمد عليها في اي عزومه؟ بالنسبه يعني لو مثلا في عزومه فيها اشخاص كتير، ايه اكتر حاجه بتشوف ان هي بتبقى مناسبه ان هي تبقى اساسيه في العزومه؟ طبعا في التحضيرات بتاعت العزومه يعني. التحضيرات طبعا احنا اساسي بالنسبه لنا احنا في مجال ان انا بشتغل فيه، بيبقى الناس بتبقى حابه ان هي تذبح في مناسباتها، فانا ببقى عامل حساب الذبيح بتاعها ده بيبقى طبعا انواع اللحمه مختلفه، فبقى عامل حسابي النوع ده بيستوي بسرعه النوع ده ما بيستويش، فبقى عامل حسابي في كده، فبجهز نفسي للعزومه، بعرف النوع اللي هشتغل فيه، فببدا اسست نفسي بخبرتي ان انا اعرف اللحم ده هيستوي ازاي وهذا الاصناف اللي هيطلبوها هعملها لهم ازاي. طيب نجهز بسرعة في الأكل عشان وقت البرنامج معانا. ماشي يا فندم. طيب إيه مميزات بقى الشيف؟ يعني إيه أكتر حاجة بتشوفها مميزة في مهنة الشيف؟ أكتر حاجة بحبها مميزة في مهنة الشيف إن هو يكون ملتزم وعلى أخلاق ودرجة نظافة كويسة جدا، ديت أهم حاجة في الشيف إن هو يكون متميز بحاجة زي كده. وزي ما قلنا لحضراتكم دايما بيكون معانا اتنين نجوم من نجوم المطاعم، وطبعا الشيف علاء الخولي واحد منهم. طيب كنت عايزه اعرف بس من حضرتك، حضرتك قلت لي كفته مشويه ورول لحمه. تمام. ومعايا النهارده سلطه الطحينه، ومعايا رز ان شاء الله هعمله دلوقتي رز كاري، ومعايا الحلو بتاعنا عجينه ام علي. ازاي الكفته اللي هي اللحم البقري نحولها لكفته الحاتي؟ ايوه، الكيلو اللحمه الاحمر بنحط عليه 200 جرام مدوش ونحط بصلتين اتنين مبشورين، بناخد من البصل ده بناخد منه التفل بتاعه. في بهار معين بيتحط لها شيف؟ هو ما فيش الا الملح والفلفل، دول الاساس لاي اكل. دول الاساس في الكفته هنا، ورشه بلح جوز الطيب بحطها، بعمل تيست بقى كده.
بس اكيد في سر خلطه ليك كده انت مش عايز تقوله لنا. لا هو مش سر ولا حاجه، هو في حدود بشتغل فيها، بيبقى حدود ليا في التوابل بتاعتي، هي عمليه كيميائيه يعني، بيبقى ليا حدود في التوابل بتاعتي بشتغل بيها. طب غشش جمهورنا يعني يعرفوا اي حاجه كده. هنقول لهم كل حاجه دلوقتي، كل حاجه هنقولها لهم دلوقتي. انا كده خدت عندي الكفته. طب بعد ما صبعنا الكفته ايه الخطوه الجايه اللي هنعملها؟ الخطوه الجايه اللي هنعملها بقى هنعمل سلطه الطحينه، هنعمل رز دلوقتي وهعمل سلطه الطحينه وهعمل ام علي دلوقتي. تمام. فكل ده هيستوي في الفرن دلوقتي معايا. اوكي. الصعوبات اللي بتقابلك يا شيف وانت بتشتغل داخل المطبخ بتبقى ايه؟ نعم فندم. الصعوبات اللي بتقابلك وانت بتشتغل جوه المطبخ بتبقى ايه؟ والله الصعوبات اللي بتقابلني كتير قوي، المعدات اللي بتقابلني ساعات انا ببقى يعني الناس اللي بتبقى لسه مش عارفه موضوع الشيف ده هيشتغل ازاي هيعمل ازاي، فدي الصعوبات اللي بتقابلني يعني بصراحه يعني. فانا بالنسبه للوقت اللي احنا فيه ده بنشتغل مع الناس اللي معايا، واخد بالك، بعود للصف اللي معايا بالطريقه بتاعتي هيشتغل ازاي هيعمل ازاي، ده انا بعوده عليها يعني. طيب بالنسبه للفرن، لو مثلا هننصح الست في البيت لو عايزه تشتري فرن معين بس بدون اسامي طبعا، تنصحها ايه اكتر حاجه تبقى واخده بالها منها وهي بتشتري، مواصفاته يعني؟ هو مش كل الناس بتشتري افران كهربا طبعا. في ناس بيشتروا افران عاديه. طبعا الافران العاديه دي كويسه جدا، لو الناس عندها غاز بتشغله غاز بيبقى كويس، في انواع كويسه جدا وانواع محترمه في السوق، بس اهم حاجه تنقي نوع محترم يكون درجه الحراره بتاعته كويسه جدا عشان تنفع معاها في قلب البيت بتاعها يعني. تمام. حضرتك ايه الفرق ما بين ان الواحد يدخل المطبخ من وهو في سن صغير ولا يدخل في اي وقت يبتدي بقى يتعلم من اول وجديد؟ لا يبتدي يتعلم من اول وجديد طبعا، يعني بيخش الاول لما بيخش المطبخ لازم يتعلم من اول وجديد طبعا، فبيبدا التدرج الوظيفي بتاعه ان هو من اول ما بيخش المطبخ بيغسل اطباق، يعني اعظم الشيفات العالم كله بداوا من الاطباق، بيشتغلوا بيغسلوا اطباق الاول، بعد كده التدرج الوظيفي يعرف المعدات بتاعته بتشتغل ازاي، يعرف الخطوه بتاعه موجوده ازاي، يعرف الاصناف اللي موجوده ازاي، يعرف شغل المعده ازاي، دي اهم حاجه، بعد كده بيتدرج بقى يخش طاهي ويتعلم بقى. شايفاك عامل عيش هناك، معلش نجيب الكام عليها شويه. هو ده بقى عباره عن ايه؟ ديت ام علي. ام علي ديت بتبقى عباره عن عجين، عندي كيلو دقيق وكيس بيكنج باودر وثلاث بيضات وخمس معالق سمنه وكوبايتين ميه، بتعجن وتسيب العجين يريح وبعد كده يتفرد ويتحمر في قلب سمنه وبعد كده تصفى كويس ويطلع بنفس النوع ده. شكله مميز قوي واكيد التستوى هيبقى حلو جدا. عامل زي عجينه الشوق، عامل زي العجينه بتاع المنفيه، بس ده بيبقى طعمه احلى كمان، احلى من المنفيه. ايوه طبعا. طب ايه الاكله اللي ممكن الام تعملها لطفلها وهو رايح المدرسه في الشتاء ده، يعني ممكن يكون ايه؟ هو في اكله سريعه جدا وما بتكلفش وممكن نعملها اللي هي تعملها ست البيت، اللي هي ايه؟ اللي انا اجيب نص كيلو مكرونه واجيب صدر فرخه واجيب ربع كيلو فلفل الوان مشكل، بجيب طاسه وبحط معلقتين زيت وباخد صدر الفرخه اشوحه بملح وفلفل. طب ممكن نتكلم واحنا بنشتغلها انا مع حضرتك؟ وبعد كده اروح ركنه احنا زي ما قلنا ديت، واروح ركنه في جنب كده صدر الفرخه، واحط فلفل الوان واحط المكرونه وحطت شوربه واحطها تستوى، دي بتبقى طبق مكرونه بالفراخ بفلفل الوان، طعمها جميل جدا وجميله جدا وشكلها حلو قوي يعني بصراحه يعني. ياخدها معاه في البوكس وهو رايح المدرسه المكرونه؟ اه ياخدها، جميله بتبقى ناشفه ما فيهاش اي حاجه، دي وجبه غدا جميله جدا معاه يعني. مشروبات بقى الشتاء؟ ومشروبات الشتاء هو شكل العيش قدام الشاشه بصراحه يجنن. جميل، حلو جدا. جميل جميل يعني، بحط مكسرات لوز وبندق. تمام. وبحط جوز هند. الاكله ديت الاطفال هيحبوها قوي. طبعا طبعا. ومغذيه فيها حاجات كتير. طبعا. خاصه جوز الهند. طبعا شكلها حلو. هنضيف عليها ايه بعد كده يا شيف؟ بعد كده هنحط عليها كريم شانتيه وبندخلها الفرن معانا.
بس كده. ايوه ده هتخش الفرن وتاخد لبن معانا، هديها لبن ودخلها الفرن. بنسيبها تاخد لون احمر ولا مجرد ان هي تدخل وتطلع من الفرن؟ تخش الفرن يا دوبك الكريم شانتيه اللي عليها يسيح في قلب الفرن ويديني لون كراميل جميل كده بيطلع، وبحط لها بديها كريزي طبعا معاها طبعا. تمام. مشروبات الشتاء بقى يا شيف؟ مشروبات الشتاء بتبقى سخنه قوي، يعني انا بحب في مشروب بحبه قوي اللي هو القرفه بالجنزبيل، بتبقى مفيده للمعده وكويسه جدا. اكيد طبعا. وبتعمل رونق في قلب المعده كده، وتبقى مغذيه في قلب الشتاء على فكره يعني. وفي بقى ليسون وفي نعناع وحاجات حلوه مدفيه جدا في قلب الشتاء يعني. طيب فقره حضرتك يا شيف انتهت، يا ريت بس لو نغرف الاكل سريعا كده نشوفه. ما فيش مشكله. انا عندي شوايه كده. معانا شيف اماني. اوكي يا ريت بس حضرتك تغرف الاكل سريعا كده نشوفه. تمام يا فندم. تمام. طب احنا كده غرفنا الاكل، وبشكرك يا شيف علاء، ما شاء الله الاكل شكله حلو جدا. ومعانا بعد الفاصل شيف اماني، خليكم معانا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا دلوقتي شيف اماني. ازيك؟ نجمه من نجوم طبعا نجوم المطاعم. ودوت كان اكل الشيف علاء الخولي. دلوقتي هنشوف بقى هنشوف شيف اماني هتقدم لنا ايه. اهلا بيكي. انا بعمل مكرونه بشاميل. ايوه. وبعمل صينيه كفته اللي هي زي بتاعت الحاتي بس مش زيها يعني، فبتبقى مش نفس الطريقه يعني. بس شيف اماني حضرتك شايفه الاكل كده هوايه؟ المطبخ عموما بيبقى هوايه ولا مهنه اكتر منه؟ لا هوايه، هي بتبقى هوايه. ما بتبقى هوايه بتعرفي ان انت تطلعي حاجه احسن غير لما بتكوني درساها او كده يعني، بتبقى احسن. يا ريت بس توقفي قدام الكاميرا بتاعتك. حاضر حبيبتي. طيب انت دراستك كانت متعلقه بالمطبخ ولا لا؟ لا لا بصراحه انا كنت بدرس ادب فرنسي، ملوش دعوه بالمطبخ خالص، بس انا هوايه عندي ان انا بحب المطبخ يعني. حلو قوي. يعني اكيد عارفه بقى المطبخ الفرنسي ايه الحاجات اللي بتبقى موجوده فيه. المطبخ الفرنسي بيبقى يعني هو اوروبا كلها اكلهم واحد. طبعا مختلف عننا خالص عن الشرقيين. المطبخ ايه الاختلاف؟ يعني ايه وجه الاختلاف ما بين المطبخ المصري عموما او المطبخ العربي والمطابخ الاوروبيه؟ بتختلف في البهارات. البهارات هما احنا بنحب البهارات حلوه قوي، انما هما بيستعملوا تقريبا ملح والفلفل بس اكتر حاجه يعني. بس مش بيستعملوا البهارات بتاعتنا كتير. لا 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 خالص خالص، بتبقى اكلهم سهل جدا. بيحبوا الاكلات الاوروبيه كلها طبعا، بيحبوا اكلنا هنا جدا لما بيجوا. في اكلات معينه بيحبوها طبعا. زي ايه؟ زي ايه مثلا؟ بيحبوا الكشري جدا. الكشري. بيحبوا الحمام، بيحبوا الملوخيه، بيحبوا الحاجات اللي هي عشان هم ما عندهمش الاكلات ديت يعني. لا. ما بيقدروش يوصلوا الاكلات ديت زينا. لا 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 ما بيعملوهاش بصراحه. طب حلو قوي. ايه اللي بيميز الشيف عموما؟ يعني ايه المميزات اللي المفروض تبقى موجوده في اي شيف؟ نظافته.
نظافته. نظافته دي اهم حاجه، ويكون حابب الشغلانه اللي هو بيعملها يعني. انت دخلتي المطبخ من سن كام سنه تقريبا كده يعني؟ انا دخلت سني صغير جدا، سني 11 سنه دخلته. صغيره قوي. انا حبيت ان انا اخش المطبخ يعني، فحبيت. اول اكله عملتيها ايه بقى اول ما دخلتي؟ اول اكله عملتها رز السمك. رز السمك ده اكله صعبه يعني في البدايه اكيد دي اكله صعبه. بس حبيت ان انا اعملها، كان جاي لنا سمك وانا بحب الرز فيه، فحبيت ان انا اقف ان انا اعمله يعني. حلو قوي. هو ده اللي انا عملته اول حاجه، وابتديت بقى بعد كده ان انا ادخل المطبخ يعني. طيب ايه بقى اول اكله عملتيها وانت متميزه بيها؟ الاكله اللي انا متميزه بيها هي مكرونه بشاميل رقاق الحمام، يعني كتير ناس بيطلبوها مني يعني. هو ده الاكل اكتريته يعني، بس بعمل طبعا حاجات تانية. الاكل اللي اتعمل دوت اكل شيف علاء، واكيد بنشكره على الاكل دوت. عايزه اعرف بقى، حضرتك قلتي دي كفته. تمام، حاسه ان شكلها مختلف شويه عن الكفته الطبيعيه اللي بنشوفها عموما يعني. انا عامله الكفته ديت هبطلها بصل، بصلايه على نص كيلو، سلقه بطاطسايه بعملها بيوريه وبروح حطها عليها، بدل ما احط برغل لان ساعات بالبرغل، بدل ما احط لها عيش، بدل ما احط بيض، دي بتبقى زي بتاعه الحاتي، بحط لها بطاطس، بتبقى مغذيه وبتبقى خفيفه بدل ما تبقى جامده. اصح من اللي يبقى فيها برغل والحاجات دي. ايوه بس حلو قوي. حضرتك قلتي هتعملي مكرونه بشاميل كمان. مكرونه بشاميل ان شاء الله. طيب لو مثلا عملتي كميه بشاميل زياده عن اللي انت هتحتاجيه، ممكن نستغلها في ايه تاني يعني؟ تنصحي الناس يستغلوها في ايه تاني؟ ممكن اعمل كوسه بالبشاميل، ممكن اعمل مسقعه بالبشاميل، ممكن لو فاض عندي بحطه في علبه وكده، بشيله في الديب فريزر، بينفعني في وقت تاني. بس في حاجات كتير يعني. اكتر اكله ما تقدريش تاكليها ولا تيجي جنبيها خالص بقى ايه؟ كوارع. ولا نطبخها؟ لا. ازاي بقى؟ لا ممكن اطبخها، بس ما الاكله اللي ما اكلهاش يعني، هي والحاجات دي عامه كلها يعني ما باكلهاش. واكتر اكله بتحبيها بقى؟ بطاطس محمرة زي الأطفال بس. طب حلو قوي. إيه أكتر أكلة ممكن تبقى سهلة وأقل تكاليف لأي بيت مصري يعني، تبقى تكاليفها قليلة جدا؟ فتحوا علبة تونة وشوية بطاطس محمرة جنبيها، دي هتبقى يعني ما شاء الله فل قوي. حلو جدا، دي أسهل أكلة يعني ممكن. طب حلو قوي. إيه بقى ممكن تكون تجهيزات اي عزومه يعني؟ انت لو عندك عزومه ايه الحاجات اللي بتجهزيها قبلها عشان تقللي جهد وتكاليف للعزومه بتاعتك؟ محاشي ممكن اعملها قبليها مثلا بيوم عشان خاطر دي بتاخد وقت معايا. اكيد طبعا. بتبل لو في حاجه هتتشوي بتبلها. برضو لو في حاجه هتتبل زي الفراخ الفانيه مثلا او كده، كل حاجة ما بتبقى قبليها بيوم بتاخد وقت أقل يعني، بتقلل وقت ومجهود. أكيد طبعا أكيد. طيب كل شيف ليه خلطة كده خاصة بيه، خلطتك أنت بقى إيه؟ هو أنا ليا خلطات معينة في تتبيلة الفراخ أو اللحمة. بس أكترية الحاجة فيها بحط ملح وفلفل وجوز الطيب بس. إذا كان لحمة معصجة بحط لها بهارات معينة، لأن أنا يعني بجيبها من بره فبدي ليها بهارات معينة بس، غير كده لا. غير كده لا. طب احنا ممكن نشتغل واحنا بنتكلم كده مع بعض كده. انا عملت البشاميل وهحط المكرونه بقى واحط عليها. طبعا البشاميل اللي في ناس بتعمله بشوربه، في ناس بتعمله بلبن، انا بفضل ان انا اعمله بلبن. بلبن بس برضو مش مشكله انه يتعمل بشوربه، في ناس بتحب الشوربه يبقى طعمها موجود في المكرونه. وفي ناس بتعمله بالبيض. وفي ناس بتعمله بالبيض، انا بصراحه برضو ما بحطش بيض عشان ما يديش ريحه زفاره او كده، مع ان ممكن مع الفلفل ما يديش ريحه زفاره. ايه اللي ممكن يخلي الشيف اي شيف محترف يعني؟ ايه اول حاجه تخليه شيف محترف؟ اول حاجه تخليه شيف محترف يكون بيحب المطبخ، هيطلع حاجه حلوه، هيطلع اكل مظبوط، هيكون عنده افكار برضو كتيره. بس هيكون عنده افكار عن اللي هو بيتفرج عليه، لو اتفرج على حاجات
لم بالمطبخ، اي مطبخ، في المطبخ الاسيوي كمان جميل جدا، المطبخ الاوروبي. ايه الحاجات اللي بتبقى موجوده في المطابخ الاوروبيه مش موجوده عندنا، يعني احنا مش بنبقى واخدين بالنا منها قوي في الاكل؟ هو هنا زي ما قلت حضرتك ان المطابخ الاوروبيه يعني ما فيهاش بهارات كتير، واكلها اوروبي بيبقى خفيف تملي، يعني مثلا بيحطوا الحاجات المسكره، الفواكه مع الفواكه. الاكل ايوه، يعني مثلا بيحب يحطوا قوي الاناناس مع الاكل، بيحبوا يحطوا الكيوي مع الاكل، تبقى حلوه جدا، وفي نفس الوقت بيبقى دخل فيها حاجات صحيه، فبتبقى بتبقى صحيه اكتر من الاكل العادي. ممكن ايه عندنا احنا نحط فيه الفواكه مع الاكل؟ يعني ممكن يكون ايه الموجود نحط فيه الفواكه؟ الكاري، لما بنعمل فراخ بالكاري مثلا او كده، ممكن تحطي له اناناس معاه. اناناس بتبقى حلوه جدا. التفاح بيتعمل في السلطات، التفاح الاخضر ما بيتحط مع السلطه، مع السلطه بيبقى حلو جدا. بس احنا عندنا في المطابخ بتاعتنا مش دايما بنحط الفواكه مع الاكل، عشان يعني بتبقى غريبه شويه عند بعض الناس، عشان احنا اخذنا على الاكلات التقليديه برضو، يعني احنا يمكن لسه قريب مدخلين الاكل الاسيوي عندنا شويه الحاجات ديت، يعني حتى الاكلات العربيه لسه برضو قريب مدخلينها المطبخ المصري، الكبسه بقى والحاجات ديت لسه قريب داخل عندنا. احنا الحمد لله خلصنا صينيه المكرونه، هنحطها في الفرن. تمام، اكتر مشروبات بتبقى مفيده للاطفال في الشتاء ممكن تبقى ايه؟ البليله. البليله، البليله حلوه جدا، القرفه باللبن. تمام، كاكاو باللبن طبعا، اللبن بقى وكالسيوم وحديد والحاجات دي، وهيحبوها كمان، هي هتبقى مفيده طبعا، وهيحبوها الشوكليت والحاجات ديت بتبقى حلوه جدا للاطفال. صح صح كده. تمام، لو بقى اللانش بوكس بتاعه في المدرسه ده بيبقى في الشتاء بالذات بيبقى كارثه، يعني المفروض يتحضر له ازاي؟ بيتحط له فاكهه، بيتحط له في خيار، في جزر، ممكن بنحط بروكلي بيتقطع معاها، ممكن خرشوف مسلوق. بس مش كل الاطفال بتحب الاكلات ديت، يعني دايما بيبقوا عايزين حاجه في الاكل بتاعهم تبقى شويه حلوه، يعني زي فاكهه او شوكليت، الحاجات ديت بتبقى بالنسبه لهم حلوه قوي. هم لو اتعود من صغره ان هو يتحط له حاجات هيلثي، حاجات صحيه، هيتعود على كده، يعني ممكن احط له بطاطا، ممكن احط له بلحتين، احط معاها الجزر برده، مع يبقى في فاكهه وفي خضار معاها. وفي خضار. حلو قوي. بس حضرتك كنت بتحطي بقى لاولادك ايه في اللانش بوكس؟ الحاجات دي؟ في وفي، مش كلهم في جزء بيرفض، في جزء بيرفض أكيد. وجزء بياكل اكيد. في جزء بيرفض. بس عندك عزومه وجاي لك عدد كبير، ايه اسهل حاجه واقل حاجه في التكاليف ممكن تتعمل؟ هي الفراخ البانيه، واعمل جنبيها شويه مكرونه وشويه سلطه. فعلا هتبقى تكاليفها قليله جدا، ودي هتبقى ابسط شيء، يعني ممكن طبق محشي، ممكن صينيه فراخ جنبيها شويه سلطه برضو. حلو قوي. باذن الله. الحلو بقى جنبيهم؟ الحلو ممكن في قرع عسل، في بسبوسه، في كنافه، في تارت بيتعمل بالفواكه، في فروت سلات طبعا، دي بتبقى صحيه كمان احسن، وبتبقى برضو اسهل حاجه من الحاجات اللي موجوده. ايوه كده. تمام، حلو قوي. احنا كده خلصنا ولا؟ بس تتحمر ديت، دي المفروض ان انا بعد ما بتخلص بحطها في الفرن شويه، بحمر الوش بتاعها. تمام، وبولع في حمايه وبحطها على ورقه فويل، واحط عليها نقطه زيت واغطيها كويس قوي، تقوم بتدي ريحه الشوي. كده اساسا حلوه جدا. تسلم ايديكي. بألف هنا. شايفة مهنة الشيف بيبقى لها عيوب؟ أكيد كل مهنة بيبقى ليها عيوب وليها مميزات.
طيب ايه بقى العيوب وايه المميزات اللي انت شايفاها بتبقى موجوده في مهنه الشيف؟ المميزات ان انت بتبتكري طول ما انت واقفه في المطبخ، بتبتكري حاجات. انما العيوب بقى في بعد الشر بيحصل حوادث بتاع كده. انا ما شفتش الحمد لله عيوب، يعني انا من حبي للمطبخ ما شفتش عيوب ليه. انا بشكر حضرتك جدا، ربنا يخليكي، انا انبسطت ان انا ومرسي على الاكل الجميل اللي حضرتك عاملاه. ميرسي، ربنا يخليكي. طيب شرفت بيك. ممكن اشوف الاكل؟ هو الاكل خلص ولا لسه اصلا؟ ان شاء الله يكون خلص. لسه ما اتحمرش. طيب بنشكر حضرتك وان شاء الله يبقى لنا لسه ما اتحمرش، هو فاضل ان هو يتحمر شويه. انا بشكر حضرتك جدا وان شاء الله يبقى لنا لقاءات تانية مع بعض ان شاء الله. ميرسي جدا للجميع وشكرا لحضراتكم.